بسم الله اخوتي، انا وديع الزاكي، كنشرف لكم. انا كبرت لا فونداسيون غيتاز نيبر اللي في مؤسسه ملحق العشلي في الخيريات باب جديد، وانا دابا حاليا خرجت انا الزنقه، تواجهت للمجتمع علي شي سنين انا برا وما شافتش معايا الحل، ودابا انا ضايع، حياتي كامله ضايعه في هاد الزنقه. ملي خرجت كنتعرض شحال من الحاجات الخايبين، ودابا عييت انا من نتقاتل زعما، ندير محاوله باش نحرق ولا باش نخدم، ما تيبغيوش يقبلوني. ودابا مؤخرا مشيت نحرق انا وواحد الدري صاحبي، ما قبلوناش وبقاو علينا بالقتله مخزن، ومشينا بغينا زعما نصوفيو راسنا، حيت حنا يتامى ما عندنا لا والي لا تالي، وبغينا نصوفيو راسنا باش عاوتاني حتى حنا نهزو راسنا. هما دابا هما تما ملي مشينا بقاو علينا بالقتله، ودابا حنا باغيين ان شاء الله نشوفوا شي مستقبل حياتنا ان شاء الله. وحنا لقيتونا في مدينه الرباط، جينا اليوم باش ان شاء الله يشوفوا معنا الدوله هذه. راه عيينا حنايا من الزنقه وربي اللي عالم بينا. ودابا انا كنتواجه الفيديو ان شاء الله يوصل من جلاله الملك ومن الحكومه اللي تتسمع حتى هي، وتحل عينيها شي شويه وتسمع حتى هي كل شيء. حيت هاد الزنقه هذه ما بقاتش فيها فايده، عييت حيت راه ما بقاتش مجتمع براسو، ما بقاش يرحم. دابا بنادم تيشوفك مريض ولا كنتي اي حاجه طرات لك ما كيرحمكش. علاش؟ ماشي بحال كانت عندك الام ولا الاب كيحضنوك، ما حنا ما كانش اللي يحضننا ولا يدور بينا في جنبنا. دابا حنا انا راه السنين انا اللي مشات حياتي في الزنقه، راه شحال من المرض داز علينا، وفي كوفيد دابا المرض حتى هو بقاو علينا بالقتله مخزن، ما تيحش بك. راه بنادم خصو يعيق في الدنيا، حيت علاش؟ الدنيا فايته، راه بنادم خصو يدير غير الخير. راه غدا ولا بعد الله اعلم شنو تكون ما بيننا وبين الله، راه بنادم خصو يحل عينه ويسمع. حيت علاش الدنيا ما دايماش؟ راه بنادم خصو يدير غير الخير. وتنتواجه هذا الفيديو هذا، بغيتو يسمعوا كل شيء، ماشي بنادم صافي يسمعوا يدير عين ما شافت، راه خصو كل شيء يحل عينه. حيت انا ديجا انا داخل فيديوهات بزاف دايرهم ديجا، وما حتى واحد ما شاف من حالي، وانا راه متشرد بزاف، وراه انتم كتشوفوا حالتي، راه لا اله الا الله. وانا لقيتوني انفاس مع البرنامج باش هي شويه تفيق شويه، واسمحوا لي هاد الهضره اللي قلتها لكم. هاكو ها هو انا من دين تمكناش جيت باش علاش جاي؟ انا جاي باش نتقاتل على الخدمه، ماشي جاي زعما باش ندور ولا نشوف. انا راه ما عندي لا فامي لا عائله، انا الوراق مقطعين عندي. انا دابا جاي على الخدمه، انا واد خويا هذا كابرين من الصغر، ودابا جايين على هذه الخدمه هذه في مدينه الرباط. علاش؟ العمل هذا مكناس ما بغاش تقبلني، ما بغاش تقبلني عاوتاني في تمايا في المخزن، ما بغاوش يقبلوني حتى هما زعما باش ندخلو نخدمو، ما بغاوش يقبلوني شركه. عييت ما ندفع، ولكن اللي في جدي راه ربي اللي عال. علاش؟ انا شكون اللي كنعرف دابا حاليا عندي فرصه مع هاد البرنامج وهاد العمل اللي عندهم في هاد الرباطات؟ حيت علاش هما اللي قابطينا والسياسه عندهم ان شاء الله، هما اللي يشوفوا معنا الحل. اخي شنو السبب اللي خلاهم ما يخدموكش؟ انا السبب اللي ما خلاونيش نخدم هي بان كيشوفوا لاكارت فيها لا فونداسيون تريزاز نبر، بنادم تيتنوى كسحابو بحال راه حنا جايين شي عرب. علاش؟ حنا عندنا حق في هاد البلاد، ماشي ما عندناش الحق. حنا راه كابرين حنا في وسط المجتمع، ولكن بنادم تيسمع هاد خيريات الزنيبر شنو زعما تيقول؟ هذا تيقول لا نقدو ندخلو يدينا مشكل حقه يمشي يدي هاد. لا ما خصوش بنادم يتنوى. علاش؟ حيت ما حدو بنادم باقي تيتنوى، راه هو اللي تجي فيه. ما حنا الحمد لله بسعداتنا حنايا مقاوي على برا، ولكن بنادم خصو يعيق ويفيق. حيت علاش؟ هادشي ديال السميات الزنيبر ولادي راه ما بقاتش واكله. دابا شنو اللي ولا واكل؟ ولات واكله حكومه هي اللي ولات قابطانا، وهي اللي السياسه معانا حنايا، هي اللي ولات خصها تسير فينا وتدخلنا وتخدمنا. وهاد الرئيس سواد بوالو خصو حتى هو شويه يحس شويه ويحل قلبهم. حيت علاش؟ ما خصوش يفكر واحد اخر اللي عنده بوالدي، خصو يفكر اول حاجه اللي مسكين يتيم واللي متشرد في الزنقه. حيت علاش؟ هو اللي خصكم تصوفيوه. وما بنادم اللي بوالديه راه عنده فين ياكل وفين ينعس، حنا اللي خصكم تشوفوا من حالنا. تنهضر على المجتمع اليتيم بالخصوص، خصكم تحنوا فيه وتحلوا الدماغ معاه. خويا كيفاش كانت الحياه لداخل في الخيريه؟ الحياه اللي كاينه لداخل في الخيريه تقهرنا وتكرفصنا وضربونا وما خلاو ما داروا، صافي تقهرنا بزاف. وهو خويا يعاود لكم حتى هو اخوتي. بالنسبه للحياه اللي كنعيشوها في الخيريه، يعني راه المسؤولين تا هما واكلين الطق، وتا اللي خدامين تما الموظفين تا هما واكلين الطق.
حنا راه واكلين الطق فوق المسؤولين ديال الموظفين، يعني تمشيو نطلبوا لهم هي الخدمه شنو فيها، شنو فيها تخدم؟ ياك كيقول لك ملك الشعب والفقراء، شنو فيها تمشي تخدم بنادم؟ شنو فيها؟ راه شي حاجه اللي درتيها بينك وبين الله، راه سعداتك، راه اليوم الدنيا وغدا الاخره، كما كيقول الله عز وجل في سوره الرحمن كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، صدق الله مولانا العظيم. راه شلا ما يتقال اخويا في هاد، شلا ما يتقال على هاد البلاد، ولا اني تتقول تتجمع تقول لهم لقاؤنا عند الله. الحمد لله كاين الله عز وجل، الحمد لله والشكر لله. وحاجه اخرى اللي تنطالب هي بالخدمه، ياك طلبت لهم انا يزب نشطب يزب للشارع ما بغاوليش، ياك خصنا عمر، خصهم عمر باش عاد تخدم هي في الزبل. عساك الا بغيتي تخدم في لانازا ولا في شي بلاصه ما عرفتش شحال تحط لهم. تنطالب الخدمه وتنطالب خوتي مازالين تما في الخيريه، لحقاش اون بليس واحد خوتي راه ضيعوهم برا، ماشي بجد المسؤولين، ولا اني غادي نقول لكم راه كاين الله عز وجل والحمد لله والشكر لله على المعيشه اللي كنستقروها في حياتنا. وهذا ما كان كنطالب حقي واخوتي، حتى خوتي ما كانش يقولوا لي تهضر على حقي، يا تنهضر على حقي، ولاني حتى خوتي اللي في الخيريه وحتى الموظف خصهم يتهلاو فيهم ديال زنيبر خصك عندك انت زعما 14 الفار، معناش ما تنوضيش وديري لنا، يعني تخدمي كل مشروع تخدمي 5 5 5 5 اون بليس غادي تدخلينا مع الدوله شنو فيها؟ انا طلبت زبال، الاخر طلب هذا، الاخر علاش ما انت شي حاجه بينك وبين الله؟ راه الا درتي خدمتي شي حاجه بينك وبين المخزن راه هكا، والله لا خدمتي بينك وبين المخزن والو، خصك تخاف من الله، اليوم الدنيا وغدا الاخره، الحمد لله والشكر لله. راه ماشي حيت حدانا القبور تنفكروا ديما القبور، ولادي راه من تولدنا الحمد لله عايشين، ما محتاج عندنا وليني عندنا اللي قسم الله علينا الحمد لله والشكر لله. وهذا هو الميساج اللي كنوصل، وكنتمنى من رئيس مجلس البلدي بوانو بمدينه مكناس يدخلنا يزبل وصاف نخدموا انا واخوتي ان شاء الله بحول الله. هذا ما كنطالبوا صافي، وهاد الدري اللي حدايا وادع الزاكي صافي راه هو راه جراو عليه، يعني ماشي غير هو، راه كاينين عدد في الشوارع، يعني بزاف ديال الاذاعات جاو شراو الدراري، بزاف ديال الاذاعات شراو، جات شي واحد الاذاعه سميتها، المهم جات واحد الاذاعه نسيت سميتها، جات واحد الاذاعه تيهضروا، يعني الا قال فقير الا قال جوج كلمات هذاك اللي عنده اي زيد يطلع دار، يعني ماشي ما هذا راه ماشي هذا راه لا حق لا المجتمع بعدا ما بقاش تيرحم. احنا حنا واقفين يحضر البرلمان وحضر الرباط، تا دابا نقول لك وتا دابا ما فاطر ما مغدي، اون بليس مازال العشاء ومازال تابعني الكوتي، مازال شنو هادشي؟ ماشي غير شوفوا معنا الحل بجماعه مغرب كل بجماعه. لا انا مازال ما خرجتش، انا بالنسبه لي انا مازال ما خرجتش، وليني الدري اللي حدايا هو اللي خرج غادر المؤسسه. انا بالنسبه لي علاش خرجوني هما، حيت هما اول حاجه هما شي سياسه هذوك عندهم الداخل شنو هي، بحال دابا تجي هذاك مولات المؤسسه تيديروا لها بحال هكا تيخربقوا لها راسها، تيقولوا لها هذا فلان دار وحنا حنايا ملي تنكونوا زعما في القرايه او تنجيو بحال هكا نمشي سونتر كنا تما تنقراو، ولكن ملي تجي تلقى خربقوا لها هضره وتيقولك تجي تتقى عليك انت خرج وانا قرايتي ما كملتش، حيت هما اللي ضيعوني، كنت انا في النيفو الثامنه ما خلاونيش نكمل قرايتي وما خرجوني وضيعوني، وتندعي الله ملي خرجوني وضيعوني في حياتي تندعي لهم الله كاملين هذوك اللي خدامين تما، علاش هما صافي بحال راه صافي قالوا زعما صافي هما تهناو على بنادم اللي كينقص لهم تمايا، ولكن انا ما نسمحش في حقي ان شاء الله في حياتي كامله طول العمر. كنت كنقرا حنا في المدرسه، حنا كنت كنقرا على برا في المدرسه حنايا، كنت كنقرا مع الناس اللي بوالديهم، ولكن انا ولكن انا تنشوف راسي انا بنادم بوالدي تيقرا ومرتاح، ولكن كيفاش حنا ما مرتاحين ما والو؟ علاش حيت حنا حتى حنا كون كانوا عندنا والدين راه ما نعرف فين نوصلوا حتى حنايا، لكن هما خرجوا علينا وضيعونا القرايه بالضبط، تتقرا برا وتتقرا لداخل، تتقرا برا وتتقرا وضيعونا بزاف، شويه ديال لي زاكتيفيتي تدير
شنو هما هاد لي زاكتيفيتي كاين باغ اكزومبل؟ يا ماشي باغ اكزومبل هو اللي ملي راه كاين لافورماتيك سبور البيبليوتيك اللي دوطي صافي بالضبط. لداخل شكون المشاكل اللي كنتو كتلقاو داخل في المشاكل اللي كنستمروا في حياتنا بالنسبه للمؤسسات غيتا زنيبر هما المشاكل الخدمه 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 صافي. ها هو واحد راه عاد سميتو عمر الله يرحمه مسكين شنو قراسو علاش داخل نيت في لا شنو قراسو في كاميليا في بلاصه سميتها سيمي شنو قرا راه بينا سبعه اللي ماتوا شنو المهم جوج شنقوا راسهم بسبب الاداره ديال الزنايبر وبسبب الزنايبر ما شنو ما كاين لا حق لا والو تتقول له يا خديمه شنو تبقى يشوف فيك ويطب تطلع فيك ويهبط تقول لك الا راك لاكارت ناسيونال تتقول له هاك لاكارت ناسيونال تزيد تطلع فيك مازال ما تاكد راك ولد الخيريه تيشوف فيك عاد تيقول لك بس ما يدير بلاص ما يعرفك ود الخيريه بلاص ما يخدم هي بينه وبين الله ما يقدش ضروري الا كان مثلا كان مثلا هذا مثلا مشيت عند المعلم كان كيخلص شي واحد 6000 غادي يقول المول 6000 سير فحالك راه جا عندي واحد ود الخيريه مسكين يدبر على راسه يقول الله ارتاحي ما بقاش نخرج 6000 يولي يخرج عليه 3000 صافي. يعني في هاد البلاد تتعداو على ولاد الخيريه وتحقروه والو باتري فيبل هكا والو المجتمع هكا المجتمع كله خايب حكار والحمد لله انا قاري حد الحمد لله قاري حد كاتريام كنمشي نبريباري في مدينه مكناس في حي السلام تنبريباري وتنخدم شويه بريكول هنا وهنا 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 المهم ما بقاش نجالس وصافي. يعني شنو فيها وعلين 6 شهور دابا 7 شهور 8 شهور دابا علينا طالبه لهم ديك الدوله يعني نخدموا مع الدوله ياك بغينا نخدموا هي الزبل ماشي حتى يكبر بنادم عاد يقول لك ايوا كون ارحمه احنا مازال صغار شبان انا راه عطيتها الفنايط ما جابتهاش الحراقه وتما شنو شدونا تما وكلونا القتله وصافي كلوا قلنا لهم عطاونا الغداء والعشاء والفطور وكلوهم النانيس بالعصا الزراوت الكومبا تمنطنا العالم كلها والله الا العالم لا ما مشيناش في البحر زناهم واحد البلاصه تتخرج المهم على الفنادق زناهم واحد البلاصه دايره بحال لاكاب وكلها خنزه تيحرقوا هي العوازه صافي هي العوازه وما نتي يحرقوا يعني ما وصلتوش لا ما وصلناش دابا كون وصلنا كرات داينا القبر يعني راه غادي يتيريو فينا من بعد اصحاب كاينين الدراري تما الدراري هما المخزن زعما كاينين تما من الفوق لا لحتيلو جابر يقول لك دخل تحرق اما ما لحتيلو والو راه يقول لك جلس في البلاد مازال فينا حتى شحال هادي راك في كورونا كنا كنتفرشوا يلا وردو نتغطاو السماء والله الا لا بزاف ديال داروا لنا واحد لاسوسياسيون ليغ ماروكان بور لا بروتيكسيون دو لوفونس داروا لنا هادي ولاني يعني دوك الدوله اللي دوك الناس ديال الدوله اللي قابلونا استاذ سهام هي دارت واحد المجهود كبير ولاني راه كاين واحد الخطا تما يعني راه استاذ راه ما خصكيش تاكلي وتوكلي ما خصكيش تاكلي وتوكلي لا تاكلي وكلي بالنص 50-50 ماشي تاكلي في 80 وتوكلي 20 راه حشومه عيب وعار كذلك سي لا ميم شوز افيك فونداسيون غيتا زنيبر نتوما ربع دار كتاكلوا 90% وحنايا 10% 10% وانتم 90% تتاكلوا راه حشومه ولاني ماشي مشكل لقاؤنا عند الله ها عيش ما شئت فانك ميت وعيش ما احببت فانك مفارق ما عندك فين طير كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام صدق الله مولانا العظيم وكاين الله ويبقى الله وكلنا في دار الحق كلنا في دار الحق كلنا في دار الحق يعني اخر كلمه شنو اخر رساله اللي بغيت توجهوها للمسؤولين اخر رساله كنوجهها للمسؤولين يعني هي طالبه الخدمه طالبه الزبان نخدم هي الزبان ما طالب لهم لا نخدم لا معاهم في الاداره ما يعني هي نخدم مع المخزن ولاني تيقول لك المخزن الا بغيتي تخدم في المخزن خصك تكون حقار يعني مرا قد دمك تمشي تنفض فيها بلا بالعصا المجتمع يهضر على حقه تتشوفوها يعني راه دازت عليك هادشي يقول لك ينغزك التقصير ضرب حقر راه حشومه عيب وعار والله الا لا عيب وعار راه المعيشه في غوانتانامو ما تيديروا لهمش هكا والله المعيشه في كوبا وزيانت راه حشومه عيب وعار راك تيقول لك مالك الشعب والفقراء كاين الله الحمد لله انا تنعرف يا الله عز وجل الحمد لله والشكر لله تحيه للمدير مزيان والشكر لخوتي كلهم الشكر لخوتي كلهم الشكر لخوتي كله كنتمنى خوتي يشوفوا معاهم الحل اللي مازالين في لاسوسياسيون باسكو باش ما يضيعوش
يعني راه النص داعو دابا النص داعو صافي. المارشي كاين عندنا واحد المارشي يا ما الغالب الله راه غادي تشوف المأساة تما راه باسيبل تشوف ديك المعيشة تما والله الا باسيبل بالله. المهم اخوتي انا دابا حاليا انا اللي كنتواجه دابا هذا الفيديو هذا كامل كاع كنتواجه ان شاء الله يسمع الحكومه الرئيس العثماني وكنتسنى يسمع اخ النشا هو وكنتسمع كاع الحكومه كامله اللي دايره تما بغيتهم حتى هما يسمعوا هذا الفيديو بغيتهم يسمعوا هذا الفيديو المهم باش نخدموا ان شاء الله باذن الله وكنتمنى ان شاء الله شي خبر زوين ان شاء الله هذه الايامات هذا وهادشي اللي تنطلبوا حقنا حنايا ما تنطلبوا لن زعما تنطلبوا شي حاجه الكبيره كنطلبوا غير القليله بغمهم حنا بغينا كاع يخدمونا غير شي نظافه ولا يحشيونا مع شي شركه غير ما بقاوش جالسين حنايا في الزنقه ضايعين في الشوارع وحنا الحمد لله ما مبليين ما حتى شي حاجه انا وهاد خويا حنا تنطلبوا غير شي خدمه المستوره ونجمعوا حتى حنا الاسره ديالنا ونديروا الوليدات وهادشي اللي تنطلبوا وكنتسنى حتى هو من جلاله الملك يسمع هاد الفيديو وشكرا على هاد السيد هذا حتى هو اللي دار معنا هاد الوقت وخلانا هاد الراحه هادي اللي ناخذوها بزاف كنشكرو حتى هو وشكرا بزاف اللي تسمعونا كاملين ونتمنى كلشي ان شاء الله يرد علينا ان شاء الله من الخير هاد السيمانه هادي وشكرا بزاف والسلام عليكم. انا اللاج ديالي عندي 22 انا عندي اللاج ديالي تاينا 22 بحالي بحال خويا انا ما يمشوص وواحد السيد عاوتاني راه معنا في الخيريه يعني راه تقاتل بالمجهودات يعني رابور سميتو مجيد عماري يعني مسكين شنو مسكين الا ما بعد الاداره ما تعاونوش الناس برا ما تعاونوش ما كيدير شي اي حاجه بريكولا عليها تمشي خلصها اف باش يغني اف ستوديو مسكين مجيد عماري راه الدراري بزاف عنده المواد ديالنا راه عندهم المواهب بزاف في الوقت ما عطاتش ماشي الوقت اللي ما عاطياش الناس اللي قبطونا ما كانش عليهم يقبطونا كل ما تكلفوش هكاك وهكاك مزيان ماشي مشكل كون خلناونا نموتوا راه الموت علينا اصلا حق ماشي مشكل ماشي تا كبرنا عاد درتوا لنا الطق راه حشومه عيب ولكن لقاؤنا عند الله كلنا في دار الحق كنعاود نقولها ونعاود نقولها ونعاود نقولها كاين الله ويبقى الله الحمد لله والشكر لله. الفرصه ان شاء الله تمشيو على برا تمشيو نحرق والله تنحرق بالله كاين ما يدار في هذه البلاد هذه ما تقدش الناس بعدا كنشكر الناس بعدا اللي داروا فيا خير يعني راه خير الله يقبل عليهم الناس تحيي السلام وكنشكر واحد السيده رديتها ام من قلبي كنشكر واحد السيد رديته اب من قلبي يعني انا فاش حليت عيني ما لقيتش لا ام لا اب لا والو ما كان عندي والو حليت لقيت حيط صفر محمد الخامس كنا مربيين في محمد الخامس 2007 بطونا في هنايا باب جديد حدا الشيخ الكامل جهه المارشي بطونا تما وبقينا عايشين حتى دابا الحق بالنسبه لي تنطالبوا الحق عاوتاني هو الخدمه اي الخدمه شنو فيها الا دخلتيني زبا راه ماشي الناس مساكنه تبريكولي من الصباح حتى تبريكولي باش تجمع الفلوس علاش غير باش تخدم باش تشطب الزبل حشومه عيب وعر والله الا لا عيب وعر ولني عيش كول راه يوم لا ينفع لا مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سالم صدق الله مولانا العظيم راه ما غادي ينفع لا فلوس لا ذهب لا والو راه الحمد لله الحمد لله الحمد لله كاين الميزان الحمد لله والشكر لله كنشكر السيده اللي في حي السلام بزاف لا ما نذكر سميتها المهم الله يقبل عليها وشاد عليها غير بالخير غدا امام الله راه هي في قلبي وهي راه عارفه شنو كاين والحمد لله الله يسهل عليها واقفه معايا الحمد لله وحاليا يعني تنشكي لها مشاكلي لما نشكي المشاكل هي واحد السيد تاورما بلا ما نطق سميتو الله با حميد كاع الله الحمد لله الله يطول عمره يبقى باش نستافد منه صافي الله يطول عمره ونستافد منه زعما راه عايش باخر معاه هذاك امي وبا هذاك با حميد امي وبا وخوتي وكلشي وعمي وكلشي والله يسهل على الناس اللي بعاد الله يسهل عليكم ويصبروا هادشي يقولك ان الله مع الصابرين اذا صبروا يصبروا راه ربي اللي بغانا نشوفو يشوفنا بهاد الوضعيه اللي كنستمروها في حياتنا الحمد لله وشكرا هذا راه مجرد امتحان مازال الاخره الحمد لله وشكرا لله
حتى الموظفه اللي خدامين في خيريه زنابر حتى هما معديين عليهم، يعني راه 24 ما تشوف لما لباهم، وفي الشهر تعطوهم هي 30000 ريال، تعطوهم يعني 30000 ريال. اه تعطوهم هي 30000 ريال، شنو ديروا لها 30000 ريال؟ وحده مسكينه ما عرفش فين ساكنه، بعدا هي 1000 درهم ديال الكرا و 5000 ديال الطوب ديال المركو، تسمي ايه مسكينه، وراه بلا ما نذكر سميتها. عزيز عليا شافني في فيديو، عزيز عليا هذه المربيه، وكلهم عزازين عليا المربيات، والله يسمح لنا من حق المربيات، يعني تمروا معنا نشغلوا معنا ومعدين عليهم المسؤوليه. فاطمه ديري عقلك الغنه، ديري عقلك، اديري عقلك، ديري عقلك، راه الله هو اللي كاين. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.